بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا بكم. أنا أخوكم في الله عاطف دياب محمد. لو حضرتك متابعني على اليوتيوب فأكيد شفت القناة الموجودة على اليوتيوب باسم عاطف سوفت. لو متابعني على اليودمي، ده أول كورس لي على موقع يودمي. هتلاقي لي كورسات موجودة على موقع اليوتيوب، قناة اسمها عاطف سوفت، هلاقي عليها حضرتك شرح كامل للارافيل رقم 9، وهتلاقي حوالي 140 ساعة كورس كامل فري، إدارة المبيعات والمشتريات والمخازن والحسابات وخط الإنتاج. والكورس ما زال مستمر إن شاء الله تعالى لحد ما نعمل الشجرة المحاسبية بشكل كامل. لكن حابب أبدأ في كورس جديد هنعمل إن شاء الله تعالى مع بعض على لارافيل 10، الإصدار الأخير من لارافيل. نبدأ مع بعض نعمل أمور متقدمة على مشروع جديد اللي هو هنعمل إدارة الموارد البشرية Human Resource. إن شاء الله تعالى هنبدأ مع بعض الكورس ده، كأنك أول مرة تشتغل بفريم ورك لارافيل. يعني هنشرح كل خطوة ستيب باي ستيب، لكن هنا في الكورس اللي على اليوتيوب احنا بدأنا الموضوع بالمستوى الاول خالص، ثم مع الوقت بنبدأ نرفع في المستوى في تطوير الاكواد ونستخدم امور متقدمة. هنا ان شاء الله تعالى في الكورس الحالي، الكورس بتاع الاتش ار، هنشتغل بشكل مباشر بالامور المتقدمة، يعني نشتغل بكل التولز الموجودة عندي في لارافيل. تمام، اي تولز موجودة عندي في لارافيل او هيلبر بتساعدني نستخدمها، بدل ما احنا كنا نعمل بعض الاكواد العادية، ثم مع الوقت في الدورة بتاعت المبيعات والمخازن كنا نعمل تطوير للكود. طيب ان شاء الله تعالى هنبدأ مع بعض. اول حاجة بنجهز اللي هو بيئة العمل. تمام، البعض ممكن يشتغل على بيئة العمل لارجون، لكن انا بفضل اشتغل على سيرفر محلي، ان هو بيكون اقرب حاجة ليك لو انت هشتغل مستقبلا على اونلاين، استضافة مدفوعة اونلاين. فهنشتغل اما على الوامب او الاكزامب. الفكرة هنا ان الاكزامب افضل، لان هو كروس بلاتفورم، يشتغل معاك على اي نظام تشغيل انت شغال عليه. اما الوامب فهو فقط موجود على الويندوز. الاكزامب هيشتغل معاك على اي على اي سيستم انت شغال عليه. طيب نبدأ نشوف الاكزام. اول حاجة معانا هتيجي معايا حضرتك كده على جوجل، هنكتب داونلود اكزام، طبعا حسب النسخة اللي عندك، الويندوز بتاعك 64 مثلا او 32، ونعمل انتر. هنا لو شفنا مع بعض اللارافيل 10 بيقول لك ان اللارافيل 10 البي اتش بي اللي بيدعمها من اول بي اتش بي 1 8.1 8.2. طيب يبقى انا كده هنا كده بي اتش بي 8.2 او 1 المتاح معانا. هيفتح لي موقع الاباتشي كده اهو، ندخل عليه. هنا نشوف كما بعض يا شباب بي اتش بي 2.4، ماشي. نعمل داونلود لاخر اصدار موجود في الاكزام بي اتش بي 8.2.4، اعمل داونلود. هدخلني على صفحه الداونلود ويبدا تحميل معايا الاكزام نسخه 64 بت. هيبدا الملف يحمل معاك كده اهو، كده بيقول لك الملف تم تحميله. تعمل شو اون فولدر الملف اهو، تعمل انستول ران از ادمنستريتور، ونختار المكان اللي اعمل فيه انستول. يفضل يكون مكان غير السي، تمام، بارتيشن غير السي. هجيب لك كده اول اليرت عادي، اعمل اوكي عادي، سكيب، تعمل نيكست، نختار المكان بتاعنا وليكن بارتيشن عندك غير السي مثلا. هنا اهو هنعمل نيو فولدر مثلا،
هنا انا مجهز فولدر اسمه اكزام، اختاره، اعمل اوكي. كده انا اخترت المسار اللي اعمل فيه انستول للاكزام بتاعي، هيكون على بارتيشن الاي والفولدر بتاعي، سميه اي اسم عادي. اعمل نيكست، اللغه انجلش، اعمل نيكست، هيبدا يعمل لي ايه انستليشن. كده بيقول لك ان هو ايه تم بنجاح. اعمل فينش، هيبدا يظهر لك اكزام كنترولر بانل. طيب ده معناه ايه يا شباب؟ ده السيرفر المحلي اللي هو مسؤول عن تشغيل اكواد البي اتش بي عندك على النظام بتاعك. اكيد انت جاي من بيئه البي اتش بي، فاهم يعني ايه سيرفر محلي. طيب هنا كده اعمل ستارت، اقول له الاو ستارت. هنا كده ايه الاو، لو جيت قلت له ايه لوكال هوست انتر، كده اهي هيدخلني على السيرفر المحلي بتاعي اللي هو انا اقدر من خلاله انشئ قواعد بيانات وجداول داتابيس. فده مفهوم السيرفر المحلي. طيب عندي بعض الاوبشنز لازم ايه يتم تعديلها عندي في السيرفر المحلي، هو بيجي معاه ديفولت كونفيجريشن، احنا ايه نغيرها. عندك كده اهو هنا في الكونفيج بي اتش بي اي 9 لقي عندك ملف اسفل الفيديو. اولا هنا نعمل ايه؟ نفتح اللي هو ايه نغير الليستن، نخليه ايه نعمل له هاشنج. تمام، ده ملف اتش تي بي اس اس ال كونفيج. طيب هنا كده اهو الملف ده يا شباب رقم 2. هنا كده ايه هنشوف الليستن، انا اعمل له هاشنج كومنت، ثم بعد كده ايه سيرفر نيم هنخليه ايه نغير ده ونخليه لوكال هوست. لوكال هوست. طيب هنا كده ايه سيرفر نيم، كده اقول له بحث. هنا كده ايه فايل اديت فايند سيرفر نيم، اعمل فايند اهو. هنشيل الكلام ده ونقول له ايه لوكال هوست، اعمل سيف واقفل الملف خلاص. بعد كده ملف البي اتش بي اي 9 عندي اول حاجه ايه بوست مات سايز. هنا كده ايه اعمل فاين، هنخليها 750. ثم عندي ايه ابلود ماكس فايل سايز، سيرش عنها برضو وخليها 750. ثم عندي ماكس اكسكيوشن تايم، دي مهمه جدا جدا نغيرها، هنخليها مثلا اقول له اب اهي مثلا ايه 5000 او 6000 سكند. و عندي ماكس انبوت تايم اهي مثلا 6000. وميموري ليميت، لو انت مثلا عندك الجهاز بتاعك مثلا فيه اربع رامات، يبقى ايه يعني حاول تخليه يديله ليميت النص. يبقى إيه عندك مثلا كام مثلا 2000 مثلا 48 ميجا. لو عندك مثلا رامتين يبقى مثلا 1024 ميجا. اعمل سيف كده ايه خلصنا البي اتش بي اي ان اي، اعمله كلوز. بعد سيف اعمل كلوز. بعد كده ايه تيجي معايا على المكان اللي انت عملت فيه انستول لمين؟ هنا يا شباب في الاي عملنا اهو، افتح تيجي معايا على البي اتش بي ماي ادمن. وهنا ايه هنا الماكس اكسكيوشن تايم في الملف ده اهو. طيب هنا كونفج
بيتش بي لايبراري واختار كونفيج دوت ديفولت. وهنا ابحث عن مين؟ عن اكسكيوشن تايم ليميت. هنا كده اهو اعمل كنتر اف، اعمل بحث عنها موجوده، اخليها ايه؟ زيرو. تمام، يعني ايه؟ هاز نو ليميت، هاز نو ليميت. كده احنا ايه خلصنا مين يا شباب؟ خلصنا انستول للاكزام سيرفر بتاعي. طيب هنا لو انا كل ما اعمل تشغيل البي سي بتاعي محتاج اعمل ايه؟ ادخل على المكان اللي فيه الاكزام واروح على الكنترول بانل وافتحها واعمل ستارت وستارت عشان ابدا اشتغل على مين؟ على اللوكال هوست بتاعي. في حاجه احسن من كده بكتير، ان انا اعمل ايه؟ هنا اعمل كليك يمين اقول له ران از ادمنستريتور، اقول له موافق. هنا كده ايه؟ اقول له ران از سيرفيس، يعني ايه؟ مجرد ما انت بتشغل عندك الويندوز بتاعك او الماك او اي نسخه عندك او لينكس مثلا، هو بشكل الي ايه بيبدا يشغل لك الاكزامبل سيرفر ده بشكل الي. وده طبعا ايه مهم جدا جدا لما انت تعمل سيستم عند اي عميل على اي جهاز مثلا، يشتغل مع العميل ايه بشكل الي مع اقلاع الويندوز. فتعلم على ايه يا شباب؟ تعلم على دي كده اهو تقول له ستارت، وتعلم على دي كده اهو تقول له ستارت. كده هو ايه حضرتك مجرد ما بتعمل ريستارت او تشغيل عندك للجهاز بشكل الي، هو بيعمل الحركه دي كده اهو، بيشغل لك ستارت وستارت وتلاقيه شغال معاك، تلاقيه ايه شغال معاك. كده احنا ايه لو رحنا كده اهو ريفرش اهو شباب، لقى عندك ايه اهو، لقى عندك السيرفر المحلي شغال. طيب انا دلوقتي يا شباب انا عاوز اعمل هنا اهو مثلا باسورد على الكلام ده اهو، مش عاوز اي حد يدخل عليه بشكل مباشر، اعمل باسورد على السيرفر المحلي بتاعي. ازاي؟ هنا كده مع بعض تيجي معايا على يوزر اكاونتس، تختار معايا اللوكال هوست الاخيره دي، اقول له اديت، هنا تقول له تشينج باسورد. هو باي ديفولت واخد مع حضرتك ايه؟ واخد معاك اللي هو الروت كيوزر نيم. هنا بقول له ايه الباسورد مثلا، هقول له مثلا ايه وليكن اسد، تمام كده اهو كابيتال اسد فوكس مثلا 2023، وهنا ايه ري رايت اسد كابيتال، تمام نخلي ايه نخليها كلها كابيتال ماشي. فوق كده ايه مثلا ASCD كابيتال وكده فوكس FOX 2023، وهنا ايه وليكن ASCD فوكس 2023. انت مثلا تعمل كده مع حضرتك ايه اي باسورد مثلا، وهنا ايه اقول له ايه، او مثلا اقول له ايه جنريت الباسورد، وهنا اعمل ايه اعمل جو. كده هو ايه عمل معاك ايه، عمل معاك الباسورد. لو كده قلت له لوكال هوست بيتش بي ادمن مش هيدخل معاك. ليه؟ محتاج اعدل الكونفيجريشن اللي عندي. هنا تيجي معايا حضرتك على المكان اللي موجود عندي فيه السيرفر بتاعي، لو عملناه فين؟ في بارتيشن ده اهو في الفولدر. هنا كده ادخل على مين؟ على كونفيج دوت اهو شباب، ادخل على بي اتش بي ماي ادمن وادخل على ايه كونفيج دوت انك، اعمل اديت. هنا بيقول لي ايه اوس تايب، هنا هيعمل له اوثنتيكيشن. هنا بقول له ايه غير الكونفيج خليها كوكي، تمام كوكيز. وهنا عندي يوزر نيم اللي هو الراوت، وهنا عندي الباسورد اللي احنا عملناه من شويه، قلنا ايه اي سي دي كابيتال فوكس 2023. كده هو ايه هيبدا يشغل حاليا الاوثنتيكيشن بتاعي من خلال ايه، من خلال الكلام ده اهو. طيب اعمل سيف، هعمل ريفرش. كده جاب لي مين يا شباب؟ شغلها عن طريق الكوكيز، وقال لي دخل لي هنا يوزر نيم، هو عندي الروت والباسورد اللي احنا عملناه من شويه اسد وفوكس سمول 23. اعمل انتر، فتح لي مين؟ فتح لي عندي سيرفر محلي. وطبعا ده مهم جدا يا شباب لما تعمل الكلام ده عند اي عميل، تمام لازم تعمل باسورد على عندك السيرفر بتاعك عشان ما حدش يلعب فيه. يعني هو في الغالب يعني
لو محدش فاهم برمجه يعني، لانه فاهم برمجه يدخل عادي على المكان ده هو يشوف الباسورد ايه ويعدل عليه. طيب هنا كده ايه، هنا عندي لو عايز اعمل لوج اوت اهو، لوج اوت من جديد، ادخل عندي اليوزر نيم والباسورد واشتغل معايا ايه بكل سهوله. ده مفهوم السيرفر المحلي يا شباب. طبعا انت جاي من بيئه البي اتش بي، اكيد فاهم يعني ايه سيرفر محلي، مسؤول عن تشغيل اكواد البي اتش بي. تمام، احنا شغلنا الاكزامب عشان هو كروس بلاتفورم، يدعم اي نسخه ويندوز او ماك او لينكس. طيب عندي بقى كده يا شباب حاجه مهمه جدا جدا، اللي هو ايه الكومبوزر. ايه الكومبوزر يا شباب؟ ده تولز موجوده بتساعدني ان انا اعمل تحديث وتنزيل اي مكتبات موجوده بتدعم ان هي تشتغل مع اللارفل. طيب هل لازم يكون عندي كومبوزر؟ طبعا لازم يكون عندك كومبوزر، لان اغلب الشغل مع اللارفل بيكون من خلال الكومبوزر، تصطيب المكتبات وتحديثها بيكون من خلال الكومبوزر، واقدر اعمل ايه مانج اللي عندي لاي مكتبه عندي بكل سهوله. بعمل ايه يا شباب؟ بدخل كده اهو مع حضرتك على الكومبوزر داونلود، طبعا الكلام ده هتلاقيه عندك اسفل الفيديو في الشرح. بدخل كده اهو على المكان بتاع الكومبوزر واقول له ايه كومبوزر سيت اب اكس اي، ندوس عليها ينزل لي عندي ملف الكومبوزر، افتح المسار بتاعه اعمل له ران انستول يس. هنا ايه هعمل نيكست على طول. هنا بختار المكان اللي انا عملت فيه انستول للاكزام سيرفر بتاعي اللي فين يا شباب، عملناه احنا كده مع بعض، عملناه في بارتيشن الاي عفوا الاي. هنا عملنا الفولدر بتاعي، هختار هنا اهو البي اتش بي افتحها، هنا الاقي بي اتش بي دوت اي اكس اي اختاره كده. انا ايه قلت له ايه اختار المسار، وهنا اقول له اد، وهنا اعمل نيكست نيكست انستول اقول له ايه نيكست فينش. كده انا عملت ايه يا شباب؟ كده انا عملت ايه انستليشن عندي الكمبوزر. طبعا انا ان شاء الله تعالى لازم الكمبوزر يكون موجود معانا، وهنفهم ليه هو ايه اهميته وازاي اشتغل بيه ان شاء الله تعالى ايه تباعا لو انت اول مره تشتغل على الكمبوزر مع اللارافيل. طيب ان شاء الله تعالى ايه الفيديو القادم نعمل تنصيب الفيجوال ستوديو كود احنا هنشتغل عليه ان شاء الله، فكونوا معانا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.